العاشرة نيوميديا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم إلى هذا العدد الجديد والبث المباشر. إذن فيروس كورونا المستجد يضرب 45 ولاية جزائرية بعدد إجمالي قدر ب 1423 إصابة مؤكدة. في هذا العدد سنتناول قراءة لانتشار فيروس كورونا عبر مختلف ربوع الوطن، الحالات المؤكدة والمتوفين جراء فيروس كورونا، كما سنؤكد مرة أخرى على ضرورة تطبيق الحجر الصحي المنزلي لأن الخطر لا يزال قائما، ولنغير الصورة النمطية الذهنية لدى المواطن والذي يعتقد بأن فيروس كورونا يخطف الأشخاص الكبار وذوي الأمراض المزمنة فقط. مع تسجيل خاصة أقول مع تسجيل حالة وفاة أمس لفتاة بورقلة لا يتعدى سنها 9 سنوات رحمها الله. وقبل الخوض في هذا الموضوع لا بأس أن أرحب بضيفي الحاضر معي هنا بالبلاط والبروفيسور مجيد تابتي رئيس مصلحة طب الأمراض العقلية بالشراقة. أهلا بك بروفيسور. صباح الخير، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا على قبول الدعوة بروفيسور. كما سيكون أو ستكون حاضرة معنا الدكتور حياة دعبوز رئيسة مصلحة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بدرارية، سوف يكون لنا معها اتصال بعد حين. أبدأ معك بروفيسور تابتي، حسب الأرقام الرسمية المعلن عنها من لدن وزارة الصحة يتوزع فيروس كورونا عبر 45 ولاية جزائرية. البوليدة في الصدارة ب 474 حالة إصابة مؤكدة، تليها الجزائر ب 238 حالة، ثم وهران ب 83 حالة، بجاية ب 62 حالة. تبقى البوليدة دائما في الصدارة كما قلت بهذا العدد، تليها الجزائر ثم وهران. على العموم قراءتكم لهذه الأفكار، خاصة وأن البوليدة تعتبر لربما بؤرة انتشار هذا الفيروس فيروس كورونا بامتياز بروفيسور تابتي؟ بالفعل يعني الأرقام اللي ذكرتهم أرقام راهي تتزايد، والانتشار تاع الوباء في الولايات كذلك راهو يزيد. يعني كنا من 5 ولايات لعشر ولايات، اليوم رانا في 45 ولاية. النقطة المهمة اللي نقدر أنا ندير يعني اون ليكتور عليها هي في ولاية البوليدة، يعني اللي كانت فيها يعني برأة انتشار وباء كورونا فيروس. اليوم لاحظنا بفضل يعني الحجر الصحي الشامل ربما للشيفر هبطوا، سيطرنا نوع ما. يعني لازم يكون هذا قدوة، يعني لازم يكون إن بون إيماج. ربما رانا رايحين الحجر الصحي الشامل لو كان يعني لهذه الأرقام راح تتزايد. يعني القرار معيش أنا اللي ناخده، ولكن ربما قراءتك قراءتي يعني لو كان نكملوا بسمو، لأنه شفنا في يعني في فمال يعني ديزيماج والناس راهي مخالفة يعني القانون، راهي تخرج وراهي ما تاخذش الاحتياطات. احنا نقولوها من هذا المنبر والله ما راهي قصة تاع افلام اللي شفناها في هوليوود، وين كان افلام تاع الفيروس خياليه شفنا افلام، قصه حقيقيه نعيشوها في الواقع. قصه حقيقيه وفيها موتى وفيها اصابات، كما يعني سبقت وذكرت، لانه ما راهيش يعني تقيس غير الناس اللي عندهم امراض مزمنه. اليوم انا نشوف الناس عندها امراض مزمنه تنقص بالكورونا وبرات، والعكس صحيح. الناس يعني بصحتها 30 وشفنا يعني طفله تاع 6 سنوات، وهذا يعني راح يزيد نوع من القلق، ولكن ما نروحوش القلق، ناخذوه من جانب ايجابي وهو الحذر. لازم الناس اليوم الحجر الصحي يطبق 100%، ما عندناش حل واحد اخر. يعني لربما تقول بأنه مثلما نادى الأخصائيون على ضرورة يعني تطبيق إجراءات الحجر الصحي، أنت تؤكد على ضرورة اتباع هذا الحجر. تبقى البوليدة دائما كما قلت في الصدارة في عدد الوفيات، فيما يخص عدد الوفيات نفس الشيء، تسجيل 173 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بالبوليدة. الجزائر سجلت 44 حالة وفاة، تليها البوليدة سجلت 44 حالة وفاة، الجزائر تليها ب 42 حالة وفاة. هاتان الولايتان هما اللتان سجلت فيهما أعلى نسبة وفيات، بالإضافة إلى المدية التي سجلت فيها
8 حالات وفيات، وهي النسبة لربما المرتبطة بارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا السيد تابتي، أوتوماتيكيا ارتفاع نسبة الإصابات المؤكدة بولاية يعني تقترن بها نسبة أو ارتفاع نسبة الوفيات. بوليدا العاصمة نسبتان أو ولايتان ارتفعت فيهما لربما الإصابات المؤكدة، فيه يعني ارتفاع للوفيات في هاتان الولايتان. شوف يعني النقطة مهمة راك ذكرتها ولكن نزيد نعلق عليها. شوف يعني ولاية بوليدا كيفاش بدات، ولاية الجزائر كانت فيها حالة وحالتين، اليوم راهم كيف كيف. يعني كي تشوف ولاية البوليدة كيفاش داروا الحجر الشامل وفيه يعني انضباط تاع المواطنين، ولكن في الجزائر العاصمة، يعني الجزائر العاصمة هي يعني فيها الناس قاعدة تدخل الجزائر العاصمة. نعم. لذا يعني الخطورة أنا راح أجي من الجزائر العاصمة، يعني ربما نشوفوا ارتفاع في عدد يعني الإصابات والموتى في الجزائر العاصمة، لأنه الجزائر العاصمة يعني لي فرونتيير ديالها كبار، تو عندها كاع لي فرونتيير مع الولايات، يعني ربما الحذر راح يكون في ولاية الجزائر أكثر من ولايات أخرى. مثل ما يظهر الرسم البياني عبر الشاشة، معليش نعاودوا نذكروا بنسبة الإصابات أو عدد الإصابات مثل ما يظهر. البوليدة ب 474 حالة، الجزائر ب 238 حالة، وهران 83 حالة، بجاية 62 حالة، سطيف 58 حالة، تيزي وزو 41 حالة، تلمسان 37 حالة، تيبازا 36 حالة، برج بوعريريج 28 حالة، عين الدفلة كذلك، أندية 26 حالة، شلف 25 حالة، مسغانم 22 حالة، قسنطينة 21 حالة، سكيكدا 19 حالة، بومرداس وجيجل ب 17 حالة، معسكر ب 16 حالة، الوادي ب 15 حالة، باتنا 14 حالة، الجلفة 14 حالة، سيدي بلعباس 13 حالة، البويرة 11 حالة، أم البواقي كذلك هي وعنابة ب 11 حالة، بالسكرة وغليزان ب 9 حالات، عين تيموشنت 8 حالات، بشار 6 حالات، سوقهرة 6 حالات، تيسمسيلت 6 حالات، قالمة وتبسة ب 5 حالات، ورقلة خنشلة أدرار الطارف ب 4 حالات. سيد تابتي، هذه هما الأرقام التي أعلن عنها من قبل وزارة الصحة أمس. كما قلت لربما في البداية البوليدة كانت هي البؤرة، ثم تلتها العاصمة، ثم تلتها باقي الولايات، يعني كانت فيها إصابتين مثل وهران، لترتفع بين ليلة وضحاها إلى أزيد من 60 حالة. لربما مثل ما أكدت عليه منذ حين، ضرورة تطبيق الحجر الصحي المنزلي في هذا الأثناء بالضبط، يعني لابد منه، أمر لربما يجب على المواطن الجزائري أن يضعه في الحسبان. سيد تابتي، لازم ما عندناش خيار، ماهوش حل واحد آخر. يعني الناس اليوم ما تكذبش على روحتها، بس كنت تقول لك بالك كاين دواء، كاين ما كاش دواء، ما كاش، ولا الناس راهي ضانيه حتى كلوروكين ماهوش دواء فعال 100%، هو يعني فعال ومخصص الناس اللي راهم في المستشفى. هذا امر لربما زيد اكثر، لازم نكذبوا، ماهوش واحد يروح يشرب كلوروكين وحده، ماهوش باراسيتامول، ميم باراسيتامول ما يتشربش هكذا. الدواء كلوروكين اعطى يعني نتائج يعني الحمد لله يعني ايجابيه على حسب المعلومات اللي عندنا، ولكن مخصص للمستشفيات، للناس اللي عندهم اعراض خاصه. ولكن الناس دير في بالها كاين كلوروكين ولا كاين دواء في الاسترالي ولا كاين تيزانه ولا دونك، هادو ما احتياطات مليح واحد نقولوها. الدواء هو الحجر الصحي، والانسان اللي يحفي دارو وياكل مليح وينحي الضغط هذاك عليه، هذا هو اللي راح يفيدو. ولكن باش الناس تخرج وتروح تدوس على البطاطا وعلى الفارينة وعلى ما يشبه ذلك، هذا خطأ، والله لا خطأ. صور ومشاهد يعني شفنا عبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي يعني لطوابير مئات ومئات المواطنين، يعني يعني اليوم الماكله، والله نقولها بالدارجة هذه باش الناس تفهمها، ما كانش اللي مات بالشر في الجزائر، ما كانش واحد ما يموت بالشر، الخير كاين في هذه البلاد، ورئيس الجمهورية قالها، والدولة الجزائرية غنية، والله غير كاين العيش، ماهوش مشكل. يا خويا احرز روحك في هذا الوقت، فقط احرز روحك في هذا الوقت، والماكلة جوز اون دوزيام بوزيسيون، والله تاكل حبة بيض بشوية روز والله غير ولكن باش تعرض روحك وتعرض الناس اللي معك وعائلتك والعائلة وولادك ومرتك وولادك وخالو
والله غير لا خطر، يعني هذه جناية. أنا بالنسبة لي استنكليم جناية، ولذا نقولها ونزيد نقولها، يا ناس ريحوا في ديوركم، ريحوا في ديوركم، تواصلوا مع المجتمع تاعكم باتصالات تاع الهاتف، ما كاين كاين وسائل، كما نقولوا احنا فترة فترة راح تجوز، ماش دائما ان شاء الله، ان شاء الله من العيد من ما نبناش على كل حال، ولكن هذا الوباء حنا اللي نتغلبوا عليه، لانه الناس لازم تعرف هذا الوباء ما يجيش ليك هو، انت لك حتجيبه انت اللي راك حتجيبه، توصلوا لخوك على الناس اللي عندها اعراض، اعراض هكذا تاع السعله تاع وسمه تاع الاخر يحجر روحه، ولا عنده اعراض تنفسيه، ولا تم يروح ما يروحش المستشفى، يعيط بالتليفون ويقول، لانه احنا الخطر اليوم يعني اللي فو مالاد هذوك يروحوا للسبيطارات يدو بلايس الناس اللي عندهم يعني حقيقة دي زيرجونس ميديكال اللي يحتاجوا المستشفى بأتم معنى الكلمة. لازم شوف كيفاش نتغلبوا على هذا الوباء بالذكاء، الذكاء لازم نتغلبوا عليه، نتغلبوا بهذا الوباء بالذكاء، ولكن باش تقابل انت بصدرك وتروح تقول ما كاش منها هدية، كبريات الدول منظومة صحية يعني عالية، امريكا فرنسا بريطانيا بريطاليا روسيا يعني خروا سجدا يعني بسبب هذا الفيروس، يعني لم يلقوا له اي حل، اي يعني كما قلت جدوى. روسيا مع بوتين اللي طبق الحجر الصحي الشامل كانت عندهم 1000 إصابة في 24 ساعة، تسمى لو كان مكاش الحجر الصحي حتكون 10,000. نعم بالنسبة روسيا يعني وما أدراك ما روسيا يعني على كل حال احنا ما حبيناش الحمد لله، يعني الإحصائيات اللي عندنا رأينا كما نقولوا متحكمين فيها لحد الآن، ما نخلوش يعني دوك ولا نخليه حتى وين تكون موتة في الدار باش نحجر روحي، تسمى يموتوا نص تاع الجزائريين. نعم. احنا كيموت جزائري كلي متنا قحنا. نعم فهمتني، دونك لازم الناس اليوم تفهم هذا الميساج، يا ناس ريحوا في ديوركم اخرجوا بالضروره، وهذه هي الرساله. معليش منذ حين قمنا ببث صوره لعدد الاصابات، نبث الان عليكم لربما صوره بيانيه لعدد الوفيات جراء كورونا في الجزائر. الجزائر العاصمة 44 حالة وفاة، البوليدة 42 حالة وفاة، وهران 6 حالات وفيات، بجاية 3، سطيف 7، تيزي وزو 6، تلمسان 2، تيبازا 5، برج بوعريريج 7، عين دفلة 5، أندية 8، شلف ومستغانم حالة واحدة هي وجيجل، قسنطينة 4، بومرداس 3، الوادي 3، باتنا 2، مبواقي 3 وفيات، عنابة وفاة واحدة، بالسكرة وفيتان، غليزان وفيتان، عين تومشنت كذلك، سوقهراس وفاة واحدة مثل ما تشاهدون، تيسمسيلت حالتان هي وتبسة، ورقلة حالة وفاة، أمسيلة حالتان، خنشلة، أدرار، غرداية، الجلفة، تيارت، كل هذه الولايات سجلت حالة وفاة واحدة. دكتور تابتي أو بروفيسور تابتي، كلنا كنا نعتقد بأن الفيروس لا يفتك إلا كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، لكن كورونا أثبتت بأن أو أثبت بأن هذه النظرية خاطئة بتاتا، والدليل على أنه أمس توفيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تقطن بولاية ورقلة رحمها الله، قبلها توفي شاب لا يتعدى عمره 32 سنة يقطن بالبليدة رحمه الله. كما قلت فيروس كورونا يجبرنا مرة أخرى على إعادة النظر والحسابات في هذا الموضوع. بالفعل يعني شفنا الوباء هذا اللي بدا من الصين وشفنا يعني كيفاش بدا يمشي، الوتيره اللي بدا يمشي فيها، من المعلومات اللي عندنا ما عندناش معلومات مضبوطه. واليوم الناس كي شفنا يعني الطفله تاع 9 سنوات، على كل حال نترحم على كل جزائريين، نطلب لها الرحمه والمغفره بالفعل كل جزائريين، وخاصه اود يعني ان اقدم تشكراتي لكل الاطباء الجزائريين والممرضين وعوان الأمن وكل من يعمل، لأنه هاد الناس راهم متعرضين بصفة دائمة. ماهوش يعني ساهل هم في واجه في الواجهة، ويعني في على لو بلون بسيكولوجيك تشوف انت الموتى وتدخل دارك وتقول جبت الفيروس وجبت، والله غير يعني حاجة ما رايش سهلة، لأنه العواقب الكورونا على العصبيات وعلى سور لو بلون بسيكولوجيك ربما راح نشوفوها من بعد. ولكن اليوم
رانا نشوفوا حالات تاع طفلة تاع 9 سنوات، وحنا في بالنا قلنا بلك هذا المرض ما كانش يقيس الناس تاع 9 سنوات ولا الشاب تاع 32 سنة ما عنده حتى مرض. لذا يعني هذا الفيروس ما يرحمش، خبيث، ماهوش وليد عائلة كما قلنا. نعم، ويتطور يتطور دو فاسون اكسبونونسيال، يتوشي تو الموند كما نقولوا حنايا. ولذا يعني اليوم رانا في حرب بيولوجية. الناس لازم تفهم يا ناس، والله ما راهو كما قلت فيلم تاع هوليوود. نعم، يعني لو كان تشوفوا واش راهو في السبيطارات وحنا رانا نشوفوا كارثة. يعني كي تشوف يعني هذوك الصناديق يخرجوا تاع الموتى، وخاصة يعني لأسباب أمنية صحية راح يتدفن وتمنع يعني العائلة تاعه يعني من حضور مراسيم الدفن. نقولها من هذا المنبر، يدير واحد في راسه 20 ثانية هذاك السيناريو يشوفوا برك في باله، والله العظيم ما يخرج من الدار، والله ما يخرج من الدار. نعم، يعني لازم الناس تتصور، ما نقولوهم ما نقولو لهم شرحوا شوفوا، ولكن يديرها في باله والله ما يخرج. ونحن الآن من هذا المنبر وهو دورنا كإعلام لنذكر السادة المواطنين والمشاهدين على أن يبقوا في منازلهم. سوف نذكركم وسوف نبقى هنا لتذكيركم على ضرورة التزام إجراءات الحجر الصحي. تحضر معي الآن مباشرة عبر الهاتف الدكتور حياة دعبوز، رئيسة مصلحة بالمؤسسة الاستشفائية والمؤسسة العمومية الاستشفائية لدراري. أهلا بك دكتور. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير جزائريين الكل، وصباح الخير للطاقم التلفزيوني والإذاعي. ألو، صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير. اجتماع فيها؟ يبدو أنه فيه خلل. صباح الخير. ألو، صباح الخير. ألو، صباح الخير. كيف الحال دكتور حياة؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. دكتور، مثلما تطرقنا إليه منذ حين، نسبة الإصابات لربما مست أغلب أرجاء الوطن، مثلما أو بعدما كانت منحصرة في ولايتين أو 3 ولايات على أقصى تقدير، العاصمة البوليدة، تيبازا وكذا وهران، ها هي الآن يعني ترتفع وتمس جل ولايات الوطن. يعني لربما أمر لابد أن نعيد النظر فيه، خاصة وأن الحالات في ارتفاع يوم بعد يوم دكتور. نعم، هذا يعني من جهة الطب دو بوان دو في ميديسين ايبيديميولوجي، دونك نورمالمون نستناو فيه، سادير اون ساتون ا سيت سيتوياسيون. مي انا واش حابين حنايا سي كو اون ميتريز سيت سيتوياسيون، سادير نكونوا يعني نكونوا نضبطوا في هذه الحالات هذو بالوسائل الوقائيه، ما دام الدواء ما فيش دواء ما نعرفوش هذا الفيروس. الو الو الو، فيروس جديد ما نعرفوش كيفاه يخدم في الجسم الانسان، كيف. الو الو، انا في الاستماع، وصلي دكتور. دونك الخطر في هذا الوبائي ايكو سي ان فيروس كون كوني با، سي لا بروميير فوا الجسم الانسان ما يعرفوش، دونك ما تطبقش معاه يعني المناعه، وما نعرفوش كيفاه يضرب، وين يضرب، اسكو يضرب الطفل الصغير، اسكو يضرب الطفل الكبير، على حسب واش سمعت دركا قلت حالات تاع طفل وحالات تاع واحد جان ما يتعداش 30 سنه، دونك مانيش عارفين الفيروس هذا كيفاه يضرب في عند الانسان. دونك هذه هي الخطوره تاع الفيروس هذا. وما دام الخطوره واش بقات لنا؟ بقات لنا الوقايه الاوليه، وهي الوقايه الاوليه هو الحجر الصحي. وكي نشوف انا والله غير نتاسف كي نجوز انا في الاخر في 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 الحي ولا وين نخدم، ونشوف الناس مازالها تتجمع، مازالها تجمع على السميده على قرينه، وتجمع مع صاحبه يعني، وكل ما نجوز نقول لهم لا ديستونس، هذه الفراق بيناتكم لا 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 لا. الناس يعني هذه نتاسف فيها، باسكو السلاح الوحيد لنا هي الحجر الصحي، ونخرجوا غير للضروره، الاكل ولا واحد مريض. جميل. النقطة الثانية، أنا راني في العيادة، العيادة تاعي، أما يجوا الناس أنا بالك نوقف في الباب باش ما يدخلوش،
باش نقول لهم هنا ممكن يكون باسكو يجونا مرضى فوالا ممكن يدور. بصح انتوما راكم في المنازل وراكم ما عندكم والو شويه مرض اقعدوا في ديوركم خير خير ما تجونينا وممكن العدوى تكون. دعيني أمر إلى نقطة دكتور. منذ حين تطرقت أنا والسيد البروفيسور ثابت قلت بأنه كورونا لا يمس أو لا يفتك الأشخاص كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة فقط، وإنما يتعداه ذلك. يعني نظرية هذه خاطئة بتاتا، والدليل وفاة أمس طفلة لا يتعدى عمرها 9 سنوات، قبلها بأيام شاب يقطن بولاية البليدة لا يتعدى سنه 32 سنة رحمة الله عليهما. وجب علينا إعادة النظر في هذا الموضوع، خاصة وأن الجزائر سجلت حالتان مغايرتان تماما لما كنا نتوقعه ولما كنا نتوقعه كما قلت، ويتوقعه سواء المختصون أو حتى المواطنون. نعم هذا واش اكدت في البدايه، كي تكلمت في البدايه قلت لكم هذا فيروس ما نعرفوش كيف داير، ما نقدرش نقول غير الاشخاص الكبار ولا صغير ولا شيء ابدا، ما نعرفوش الفيروس البورنو الي انكونو، سي ان فيروس كون با كونو كون با براتيكي كون جامي كونو سو فيروس سو تيب دو فيروس، دونك ما نعرفوش كيفاه، ما نقدروش. الحاجه الوحيده اللي تعفينا منه في الحجر الصحي باش نقطعوا لاخر لا كونتاجيون بين انسان الى انسان، نقلوا من هذا لا ترانسميسيون. مادام نقلوا في لا ترانسميسيون الحالات تنقص والوفيات، اذا نقصت الحياه الحالات الوفيات تنقص من بعدها من وراءها. دونك هذا هنا واش حبينا. الوعي الاخر مازال ما لحقش المستوى اللي حبيناه حنايا كاطباء، والله نتاسفوا في هذه باسكو قلت لك العباد شويه عنده مشكل، يعني ما فيهاش يعني سي با اون اورجونس ولا يجي المقر الصحي. قلت له انايا اوني لا، حنا لي ميسا اوني لا بو بروندر اون شارج لي مالاد، مي حنا اون فو با كسي جون لا فيان ناخذ العيادات، ممكن يديه منا من العياده باسكو الامراض المرضى كل يجوا عندنا. انا هذه واش قلتها لهم، صديق غير المريض اللي حاله مستعجله احنا رانا موقوفين لهذا الشيء فوالا. جميل. الحالات اللي نشكوا فيها لازم نريوها ونشوفوها. دعيني دكتور اطرح عليك سؤالا اخيرا. نعم. على مستوى المؤسسه الاستشفائيه بدرارية، انتم وزملائكم الاطباء تزاولون مهامكم بشكل عادي؟ عادي. بشكل عادي يعني بشكل عادي تستقبلون المرضى، تستقبلون الحالات المشتبه فيها؟ نعم. على كل حال الناس دوكا كاين اللي فهمت صديق نقصت شويه، ما يجيش المستشفى اللي هذا لسبب غير يعني مبرر فوالا، مي اللي مضروري باغ اكزومبل اللي مضرورين يجوا، اوني اوبليجي دو لي بروند اون شارج بيان سور، حنا خدمتنا باش بور لي بروند اون شارج. احنا انا نوصي على المرضى اللي ما كاش حاله مستعجله، ما كاش حاله يعني اورجون ولا كيما الامراض المزمنه. نعم. حنا انا ماذا بيا جو بونس هذه النقطه داروها يعني في البرنامج، يعني بالوصيات لي فارماسي للصيدليات باش يعطيوا الادويه للامراض للمرضى المزمنه بغير اوردونونس، باسكو عندهم اوردونونس بلا كارت شفاء. نعم. دونك يقدروا يعطيهم اشهر ولا يديبانيهم اون اتوندو، باسكو انا 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 راني نخص في الامراض المزمنه. نعم. يعني عندي فحص تاع الامراض المزمنه تاع الديابيت ليبرتونسيون لازم يتو. سمحي لي يطلع عليك سؤال اخير، وهل سبق لكم وان تنقلتم لربما الى حالات استثنائيه الى مرضى الى المنازل، هل تنقلتم اليهم؟ لا، من حيث انا ما بصح كاين حالات مشتبهه ونبعثوها للوبيتال باش يديروا لهم لي تيست، باسكو حنايا في الموقع تاعنا ما كاش لي تيست، ما نديروش لي تيست. جميل. نبعثوهم للدويره باغ اكزومبل، يديروا لهم يجوزوا عن السيركوي تاع لو باسيون وين يديروا لهم لو تيست ويكونفيرمي، كي نشكوا فيها ونديروا لا راديو، نديروا لهم لا راديو ونشوفوا اذا شكينا فيها ندير لهم الاخر، نبعثوها بالاخر ونديكلاريوها اوبليكاتوارمون. جميل. فوالا هذا هو الاخر لو سيركوي لو ديسبوزيتيف تاع الوباء هذا. دكتور حياة دعبوز رئيسة مصلحة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بدراري، أشكرك على مرورك معنا مباشرة عبر الهاتف. بروفيسور مجيد تبتي،
تحدثت منذ حين على نقطة مهمة، ألا وهي لربما الارتدادات التي سيخلفها فيروس كورونا بسيكولوجيا. نبدأ نتحدث عن الأطباء، يعني سواء في هذا الوقت بالذات أو بعد مرور جائحة كورونا، يعني كيف سيؤثر كورونا على نفسية الأطباء؟ فعلا اليوم المقاومة راهي ضد الفيروس وضد الستريس، ما نساوش بلي الحجر هذايا راح يؤدي إلى اضطرابات، ونعرفوا بلي كما قالت دكتورة دعبوز كاين ناس عندهم أمراض عقلية يعني جسدية، أمراض جسدية يعني ديابيت هايبرتونسيون لازم تو، ولكن كاين ناس كذلك عندهم أمراض عقلية في المنازل لي سكيزوفريني لي تروب بيبولير، الناس عندهم أمراض التوحد اليوم يعني انقطاع في ثيرابوتيك ما مشي دواو، دونك هاد الناس راهم في اضطرابات كونتينيو. وما نساوش الأطباء تاع اليوم عواقب تاع الكورونا فيروس على الضغط راحين يخرجوا من بعد. الأطباء اليوم راهم يشوفوا الموتى قدامهم، كي يشوف 10 موتى في النهار يدخل دارو راح يدير دي كوشمار، راه ما راحش يرقد. لذا يعني لازم انا نطلب من هذا المنبر كما قلت في 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 كذا في احد التلفزيونات الجزائريه، نطلب من السلطات العليا لازم يكون فيه رقم اخضر، لازم فيه رقم اخضر، لا رقم لا اخضر مخصص للهاتف المخصص للامراض النفسيه والعقليه. جميل، هذا يعني مهم جدا، لانه اليوم يعني باش يعني جو بروفيت دو لوكازيون باش نقول خدمنا يعني عندنا زوج ارقام مع الهيئه الوطنيه لحمايه الطفوله مع تشرف عليها السيده مريم شرفي، وين عندنا رقم 11 11، الناس راهي تصل خاصة الأطفال المراهقين. اليوم يعني الأطفال المراهقين راهم في حجر يعني بسيكولوجي ضغط، خاصة المراهقين، لذا يعني راهم يتصلوا رقم 11 11 وين كاين يعني طاقم يريبوندي لي كيستيون ويعني استعجالات. وكذلك اليوم البارح مع الفوريم يعني ترقية الصحة في الجزائرية مع ترأس عليها السيد بروفيسور خياطي، وين بدأوا يتصلوا بنا من اليوم، يعني مدينا هواتف توعنا هواتف شخصية، يعني مقبل كنت نهضر معك كان اتصل بيا يعني مريض بالفعل، ويعني دار فيها يعني توقيت يعني كل الاختصاصات، كل الاختصاصات نقلوا لهم بروفيسور تيلي كونسلتاسيون بالتليفون ديجا نقدروا نوجهوا، ولكن يعني استعجال نقولوا له روح، يعني احنا نعرفوا وراه الاستعجال. جميل. على حسب واش قلنا، يعني قوائم المرضى كلها لديكم، كل قوائم نهضر مع لا فوريم، ولازم يكون يعني هذا الرقم الجديد ان شاء الله نطلب من السلطات العليا يديروا وزاره الصحه رقم هاتفي كيما تاع 30 30 30 تاع الكوفيد، يكون فيه رقم مخصص للاثارات البسيكولوجية والعقليه، يعني يكون فيه اطباء نفسانيين واطباء في تاع البسيكاتر، لانه الاباء والامهات مستحيل انهم وحدهم راح يجابوا هذا الامور، ما يقدروش. والجزائر يعني 43 مليون لازم يكون فيه رقم يتصلوا ويكون فيه طاقم تاع لي بسيكاتر لي بسيكولوج ونجاوبوهم حنايا، يعني نقولوا لهم ها واش دير واش، لانه ما يخفالكش اليوم في المنازل الناس راهي في ضغط، الناس راهي تشربوا هالويسات، الناس اللي كانت حبست الدخان راهي تزيد كيف الدخان، الناس اللي راهي تتناول هالويسات يعني كانت لا دوز تاعو تاع باريزون نقولوا 10 غرام ويشرب، يعني فيه ضغط، يقول لك انا الناس ماهيش ترقد. صحيح، واحد اللي ما يرقدش اليوم واش راح يدير؟ فهمتني؟ القلق والهلوسة والقلق، والناس راهي تاكل اكثر من لازم، لانه لو ستريس راهو في الدار، الناس راهي كيما نقولوا تهفك تستهلك دو فاسون، وهذا ماهوش مليح. الناس كاع اليوم اللي تسقسي يقول لك زدت 4 5 كيلو او خطير، خاصة للناس اللي عندهم دي ديابيت، الناس اللي عندهم يعني لازم اليوم يفو كون سورغانيز حنا كأطباء كأخصائيين، كل واحد في مقامه، كل واحد في محله، كل واحد يخدم خدمته، ولازم ما نخلوش يعني الناس تسوفري، لانه ماهوش ساهل يعني في النظر سو لو بلون تيوريك نقولوا حاجه سهله ولكن الناس راهي اليوم تعاني. زان باتيمون واحد اف 1 20 متر كاري في 5 في 10 ماهوش حاجه سهله. صحيح، ولذا احنا لازم نخفوا عليهم، لازم نقولوا رانا فاهمينكم الوضعيه هذه، ولكن اسكو عندنا حل؟ ما عندناش حل.
من هذا المنبر نطلب من الوزارة الوصية ومن الوزارة الأولى أن تخصص رقما خاصا، رقما أخضرا متعلقا بالأشخاص ذوي الأمراض العقلية والنفسية والاضطرابات العقلية والنفسية. هذا هو طلبك بروفيسور إن شاء تاتي. الله ورانا مستعدين يعني باش نقوم بالو... لأنه هذا نداء وطني. نعم نداء وطني. اليوم واحد اللي ماهوش واقف حاسه، احنا كأطباء وانتم الله يبارك يعني كإعلاميين راهو نداء وطني، لأنه الوحدة الوطنية لو كان اليوم ما نوقفوش راح تنقص. نعم يعني هذا الوباء كما قلت في كلامي راهو ما يحشمش، يعني اليوم الناس اللي لا يفرق بين الغني والفقير، بين المريض والصحيح. شفنا أطباء ونترحموا نعم عليهم نعم اللي توفوا، وشفنا ناس كبار ناس صغار، والله اسمح لي يعني بالعبارة، والله راهو رعب، يعني الناس راهو تدخلهم العرب الرعب. نعم ولكن الناس راهي كما تفضلت الأستاذة ما على بالوش أو خارج. للأمانة صحيح أنه بعد أو قبل عند صدور إجراءات الحجر الصحي المواطنون كانوا يعني يستهترون استهتارا كبيرا، لكن الآن ثلة كبيرة التزمت بالحجر الصحي، بقيت فيه قلة من المواطنين، هؤلاء لربما قوة القانون، قوة القانون طبق عليه ادخل ده. لا حتى أنه فيه غرامات، فيه غرامات قلت القانون، غرامات ولا سجن ولا هذا، لازم تكون فيه إطار قانوني وين يدخل داره. لأننا نعيش حالة حرب بيولوجية. حرب بيولوجية معلش. يعني باش نكونوا في الصورة. في سؤال آخر بروفيسور ثابتي فيما يخص بعض الأشخاص كما نقولوا احنا بالعامية موسوسين، يقول لك أنا بالك لو عندي كورونا بالك تلقاه خايف وموسوس، لربما هذا الأمورات يخفوا أو يقلوا من نسبة المناعة ومن جهاز من عمل جهاز المناعة في الجسم، القلق والتوتر والخوف، غدا لا قدر الله لو أصيب بهذا المرض ما راحش تكون عنده المناعة باش يقاوم هذا المرض. بالفعل يعني اليوم ثبت يعني في ليزيتود دراسات تاع الصين والبلدان الأخرى باللي المناعة الفيروس هذا كي يدخل يلقى واحد ماهوش محصن. نعم. كيفاش نحصل المناعة تاعنا؟ المناعة تاعنا لازم واحد ليجين دو في، يرقد مليح، ياكل مليح، ياكل فاريي، ماهوش ياكل أكل صحي فاريي، وقلناها قالوها الأساتذة في كثير من المنابر، لازم ياكل إيكيليبري ويرقد مليح ويكون موان ستريسي. ما نقولوش الناس ما تستريسيش، انت راك مستريسي وانا راني مستريسي، ولكن نتحكموا في درجة التوتر، ماشي لا بسيكوز ولا لا بانيك، نتحكموا فيه ونتعاملوا يعني يفو كومينيكي، لازم يكون في حوار في الدار، نتحكموا وما نتهاونوش، نتهاونوش ما نعطوش فرصة الكورونا فيروس يدخل الكور تاعنا. احنا نعرفوا لا بور دو ماسك، الناس قاعده تعرف دوكا الغسل الايدي وما تخرج، ريح في دارك. نعم. ولا الناس راهي تقضي اليوم، علاش تدي ولادك وتروح تقضي؟ يعني صحيح. شفت انا صحيح. شفت الناس راحوا لي سوبيرات دا ولادو، ماهوش يعني كريم، روح اقضي وحدك وما تقضيش كل يوم بيسك انت شقيت شقيت بعيدة. نعم. لا انت شقيت شقيت روح قضي قيس 10 ايام يعني ماذا بيا تروح تاخذ لو ريسك هذاك، باسكو فيه ريسك، خطرة في 10 ايام خير من كل 3 ايام. نعم. وما تديش ولادك معك. هذه يعني لو ميساج الناس الجزائريين لازم يفهموه. الخطوره يقول لك وكاين الناس عندهم الكورونا هو ما على بالوش. خطوره هذا الوباء سيك كاين ناس ما عنده حتى ما عندوش اعراض تاع الوباء ما يبانوش فيه، لكنه ناقل، لكنه ناقل للفيروس. يعني شوف لازم الناس دير، كل جزائري اليوم يدير. نعم. هو حامل الفيروس واللي معاه راهو حامل الفيروس جوسكا بروف دو كونترير. دوك انت ربما راك حامل الفيروس. نعم. وانا ربما راني حامل. نعم. ولكن ما عنديش اعراض، نقدر نعديك وانا ما على باليش. ولكن ولا طبقنا الحجر الصحي كل واحد في المنزل تاعو ما فيهش كونتاكت، ما فيهش كونتاكت كما قلت في البدايه، لا الوباء هذا الكورونا هذايا ما يجيش ليك ولا غير تجيبه. صحيح. وانت اللي تديه لخوك لباباك. صحيح. خاصه اليوم نخمو لابائنا، نخبو لاولادنا خاصه. نعم. يعني كبار السن الاكبر عرضه لل اكبر عرضه، يعني كاع لي زيتود قالوا بلي ابارتير دو 70 70 سنه لا غالب يعني حتى 60 سنه يعني شاهدنا حالات عديده يعني هاد الناس وخاصه ابارتير دو 70 عندهم امراض مزمنه وليميونيتي تاعهم ثاني راهي ناقصه، دونك راهو متعرض اكثر. وانت صغير راك خرجت برا ربما على جلسه جارك حتجيب. صحيح. على جلسه جارك يقول كان ندير فيها كارون عاود، ولكن تلاقى مع ما تحصيش كما نقولوا احنا. نعم.
يعني لا تعلم كيف تلتقي بهذا الفيروس. والله ما تعرف وراهم مخبي هذا الفيروس. وحنا ماذا بينا يعني كل جزائريين يطبقوا يعني الأوامر اللي جاتنا ولا سورس. البعض يقول لك كرهنا من المنزل وكرهنا من المقعد في المنزل وانا كيفاش نخرج. صح. كاين المثل اللي يقول البحر العدو أمامكم والبحر وراءكم واش كيحدد. صح. صح. ولا نتمناها أن العمر يريح في 24 ساعة. البقاء في المنزل لمدة شهر أو شهر ونص خير من أن تخاطر بحياتك. خير من الفيروس. نريح في داري ناكل نشرب مع أولادي بصحتي. نعم. خير ما يجيني الفيروس. واش خير تريح في الدار 3 شهور ولا الفيروس؟ طبيعة الحال. طبيعة الحال. بروفيسور مجيد تابتي وصلنا لنهاية عدد اليوم. شكرا. كلمة أخيرة توجه فيها لربما رسالة للمواطنين والمشاهدين الأكارم. شوف لازم اليوم الشعب الجزائري يعرف بلي فترة صعبة وحنا نعرفوا الشعب الجزائري يعني كي تكون محنة طول طون يتوحد ولازم الالتزام ولازم الانضباط. على بالنا والله غير نفهم كل جزائريين والله ما راهي حاجة سهلة محنا علينا محنا على العالم كله. نعم. ولكن الجزائر كلما كان وباء الإرهاب ولا وباء حاجة واحدة أخرى زلازل فيضانات كل مرة ننتصر. وتحية الجزائر. تحية الجزائر. إذن مشاهدين الأكارم ابقوا في بيوتكم رجاء لأنه هذا الأمر هو السبيل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا. هذه رسالتي أنا ورسالة البروفيسور مجيد تابتي ورسالة كل الأخصائيين العالمين أو الدارين بشؤون الصحة وبشؤون انتشار فيروس كورونا. فرجاء رجاء رجاء إلزموا بيوتكم لأنه هذا الأمر هو السبيل الوحيد مثل ما ذكرته منذ حين. مشاهدين الأكارم بروفيسور مجيد تابتي رئيس مصلحة طب الأمراض العقلية بالشراقة أشكرك على الحضور وعلى تلبية الدعوة. لا شكرا على واجب. لا شكرا لكم لأنكم أفدتمونا كثيرا في هذا البرنامج. الشكر موصول إلى الدكتور حياة دعبوز رئيسة مصلحة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بدراريا. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الأكارم على طيب الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في أعداد مقبلة بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.